سيدة حدى حزام مديرة صحيفة الفجر في الجزائر، خلال الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع تمت المصادقة في الغرفة السفلى للبرلمان على قانون يجرم العنف أو تعنيف النساء. سؤالي هو لماذا تأخر هذا القانون في الجزائر؟ ربما لسبب ما عاشته الجزائر بإبان العشرية السوداء، وأيضا بسبب النقاش الدائر في الساحة السياسية، لأن التيار الإسلاموي في الجزائر يعرقل مثل هذه المشاريع، ولذلك تأخر كثيرا. حتى ولما جاء يعني يحمل تناقضات لما يقول أن القاضي من حقه أن يحكم على الرجل لما يضرب زوجته، لكن يمكن أن يعفو عليه لما تعفو عليه زوجته. وفي كثير من الأحيان الزوجة ممكن تكون مرغمة وتحت ضغط لتعفو عليه. المهم أنه جاء، لكن جاء في ظروف ليعزز ما جاء قبل هذا، لأن قانون الأسرة منذ 84 الأول كان قانون جائر يعني في حق المرأة، لكن التعديلات التي تمت سنة 2005 أعطت الكثير من حقوق للمرأة. طيب القانون الجديد هل يكفي؟ لا أظن أنه يكفي، لكنه سيكون رادع، لأن هناك ظاهرة العنف احتلت يعني جاءت على رأس المشاكل تاع العنف في الجزائر، هو العنف ضد النساء، ولذلك 200 امرأة سنويا تذهب ضحية العنف في البيوت خاصة. وأنا أحدثك على الشارع، لأن المرأة صارت يعني مشيطنة في الشارع. طيب.